السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وهي المباراة المنتظرة مانشستر سيتي ريال مدريد، وين رياض محرز ومعركة الأرقام. هل يدخل رياض نجم الجزائر تاريخ مانشستر سيتي؟ نتمنوها ان شاء الله ربي، رغم اننا نبغوا ريال مدريد. بصح كاين محرز قضيه دروك تاع جزائري دائما وين يربط الرايه الوطنيه محرز، وما ايكيب وحده اخرى ريال ما نسيبو. بصح دروك راني مع محرز، كيما لعب لي فات كيما لعب لي عليه، اني محرز وصعيد. حوسوا على محرز يفوز وصعيد. وين لفت النجم الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الأنظار إليه وبقوة، بعدما استطاع تقديم أفضل أداء تحت قيادة المدرب العالمي الإسباني بيب غوارديولا في جميع المسابقات بالموسم الحالي، ما جعله يدخل في صراع مع الأرقام القياسية، يعني بالأهداف سجل أهداف الأرقام تاعو أرقام كبيرة، أرقام تاع لعاب أسطورة. يعني هذو اللاعبين أساطير، لاعبين الأساطير الكبار. رياض محرز يبقى أسطورة، يبقى خدم، يعني وين ربد الراية الوطنية. خاص كان يحكم عليه يقول لك ما لعبش هنا، يا ودي ما لعبش هنا، كيلعب يوزار سيف تاعنا كيلعب، على يوزار سيف تاعنا لعب لاطاك، ما لعبش لاطاك، لعب بخمسة زيد زروقي ستة وبالناصر ريكيبيراتير، ولا يرجع سليماني ولي ولا صانع العاب لا يخدم، طلع ويهود سليماني كيفاش ولا يلعب، ولا سليماني ولا يلعب على بالك سيس لعاب تقليدي، ولا يدخل يلعب سيس سليماني ولا يدخل يلعب سيس. وين قاسامة تاعنا يوزار سيف، وين هو اللي كيفاش هو اللي عيا، هو اللي عيا لي ديفون لي زاتاكون تاعنا، هو اللي عزل لي زاتاكون، هو اللي عزل، ما ولاش كاين تناسق ما بين ثلاث خطوط، مكاش حنايا حنا الكاميرون كتلونا في الميليو تيرا، كتلونا ميليو تيرا كيف استنى التصريح تاعو قال لهم بعد ما يتفرج بارتي حنا قتلنا، وين قتلتهم؟ يقول لك قتلت انا ربحت، وما منعونا في 68 دقيقه مزيان بولحي خرج على زوج خطرات. وين نعاودو نولو، وين نعاودو نتكلمو، خاطش علاش محرز والناس انتقداته في الباطل. محرز نتوما تبغو 2019، اما لا تفكرو غير 2019، ما تهضروش على حنايا يمشي كيما قال لهم معطاوي عملش قالكم، قالكم حنا ماناش الكاميرون ولا غانا ولا كل خطره نروحو لكوب دي موند ولا كل خطره ندو كوب دافريك، قالك حنا بروحنا روحنا راه بخطرات ما نحوسوش عليها، المهم يقعد يوزار سيف القديس، قالك المهم يقعد القديس تاعنا، المهم كسبنا خلين المدرب قعد لنا، كيما راهم يقولوا الناس، يعني الخساره ما ولاش تهمهم قد الشخص، خساره ما ولاش تهمهم ناس، خساره والله ما ولات تهمهم، ولات المهم يحوسوا شكون داك لونزيان اي خلوه راه قاعد هي، اي حنا نسيبورتو ليكيب ناسيونال، خرجوا علينا ناس جيل جديد، هذو جيل تيك توك خرجوا علينا، يعني ما يسيبورتوش ليكيب ناسيونال، يسيبورتو شخص. انا نقولها ونعاودها، انا مناصر تاع منتخب وطني بالتالي كاع نقولها ونعاودها. اللعابه انا نبدا نقولها الا محرز ما لعبش ماشي عيب تخرجه، ماشي عيب تولي تقول لهم بغيتوني نخرج محرز، ومحرز لا ما قدمش يخرج نورمال. محرز راه وراه في السيتي، شكون اللي يلعب معاه، شكون اللي يلعب موراه، شكون اللي يلعب بحداه، شكون اللي يوصل له، شكون اللي يلعب، شكون اللي يخدم معاه، التمريرات كي دايرين، فهمتي قاعد داير بالعنب، انت بغيت تفوت بالفقوس، خاصكم تهضروا الصح. كيفاش لعب يوزار سيف تاعكم، كيفاش لعب ما تلوموش محرز، لوم تاكتيك دو جو اللي لعبنا حنايا كي لعبنا
عندنا كارثه تاكتيك دو جو تاعنا تاع يوسف سيف تاكتيك دو جو تاعنا كارثه كارثه كاش تاعنا كارثه والله لا كارثه ملوم تاع لعب تاكتيك دو جو تاع المدرب يتحمل المسؤوليه تاعه كيما لعب لي فات ميكاتو تعايروا في غوارديولا غوارديولا خوال مليون غوارديولا هاي غوارديولا قاسما ولا قاسما شكون اللي عاونه شكون اللي عاون قاسما حنا كان باقي باقي حكا تاع دير هاك بارتيا تكمل دير هاك تهود سي بارتيا كملت مركاولنا وين نعاودو نولو على رياض محرز وبعد ان دخل رياض محرز في معركة الأرقام في الموسم الحالي استطاع النجم الجزائري قيادة ناديه إلى نصف دور أبطال أوروبا بالإضافة إلى مواصلة التربع على عرش الدور الإنجليزي الممتاز الذي يطمح من يطمح بيب غوارديولا إلى التتويج به وأصبح محرز أحد أبرز النجوم في كتيبة المدرب بيب غوارديولا الذي استطاع المساهمة بتسجيل مانشستر سيتي 31 هدف في جميع المسابقات المحلية والقارية منها 23 هدف للنجم الجزائري بحسب موقع مانشستر سيتي مانشستر نيوز البريطاني وأما رياض محرز يعني 12 هدف من أجل تحطيم وين أمام رياض محرز 12 هدف من أجل تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق سيرجيو أغويرو الذي استطاع تسجيل رقم مع مانشستر سيتي في موسم 2012/2013 و2019/2018 بعدما سجل 32 هدف في جميع البطولات رياض محرز وين يدرك جيدا أن الدخول في معركة الأرقام سيجعله يلاحقها في كل موسم خاصة أنه أصبح في موسم الحالي أحد الحلول الكبيرة للمدرب الإسباني وجعل وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على أهميته خلال السنوات الأخيرة ويواجه رياض محرز في موسم الحالي مهمة صعبة تتمثل بالاحتفاظ على صدارة الأرقام التاريخية التي يحققها مع مانشستر سيتي لكنه يريد المساهمة بالاحتفاظ باللقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى بلوغ النهائي أبطال أوروبا والصعود على منصة التتويجات القارية إن شاء الله بربي علاش لا نشوفه إن شاء الله يعني تشامبيونز ليغ ماذا بينا لعاب ثاني بعد بعد ماجر ماجر ثاني جايب بكوب دوروب نتمنى إن شاء الله نشوفه محرز يعني وعلاش لا ثاني مرة أحسن لعاب إفريقي عندما يعني نشوفه باللي أحسن لعاب إفريقي خاطش ما نقولوش بلي ما داش دا كوب دافريك وما داهاش احسن لاعب يحسبوا على اللي يدي تشامبيونز ليغ يدي ويدي ارقام فانيك تشامبيونز ليغ عنده سوبر كوب عنده كوب ديمون تاع الانديه عنده خدمه عنده ارقام ان شاء الله بربي حنا يفوت هذه المباراه يفوز بهذه المباراه يتكاليفا ايا ويكون عنده ارقام وخت اخرى عنده كما نقولوا حنايا عنده الفينال عنده كاس سوبر كوب اللي غادي تلعب يعني اللي يدي تشامبيونز ليغ ويدي اوروبا ليغ يتلاقاو عنده كوب دي موند تاع الانديه هيا ونشوفوا ان شاء الله هذه هي اللي نحوسوا عليها خاطش على محتاجين فرحه فرحه اللي قلعها لنا قلعوها لنا في 15 مينيت 15 سكوند التاليه بسبب يعني الخبير تاع المدربين شيخ المدربين تاعنا هنايا مي تبقى تشوف سي الشيخ المدربين تاعنا هو اللي خلانا وصلنا باش نقعدوا نبكوا الحمد لله ما عندي حاجه هذو الناس راهم يبكوا انا كرياضي سبورتيف ناس اللي تهضر على قصه ما تمنينا ما يكونوش كاينين منافقين انا كرهت من هذو المنافقين نهضروا على قصه ما وننتقدوا المدرب تاعنا في تعيش يسقم روحه ننتقدوه نقد بناء باش يسقم روحه هذه هي تمنى ان شاء الله بربي يخرجوا ناس يعني هذو لم يهضروا كاع على قسامه هذو المنافقين كاع راهم يهضروا على قسامه انا نتمنى منكم هضروا من جانب الفني لو كان غير زوج دقائق باش يسمعها كل واحد يهضر زوج دقائق يلم ساعه هضره في وذنه ايوا باش يسقم روحه خاطر مادامكم تصفقوا عليه
يقول لك لازم نجيبوا واحد